اوقات كتير ممكن نبقى في الموقع وبنعمل اختبار الكثافه الحقليه او الساند كون، ومحتاجين نحسب نسبه الدمك علشان نشوف الطبقه ديت كده اتسلمت وننزل الطبقه اللي بعدها ونقبل طلب الاستلام، ولا الطبقه دي هتكون ريجكتد. وبيكون في بعض الاوقات عدد الاختبارات كبير جدا او ممكن نكون مستعجلين، وبالتالي محتاجين يعني نحسب نسبه الدمك بشكل سريع. فلو هنستخدم الآلة الحاسبة هيبقى الموضوع يعني مربك شوية لو استخدمت الآلة الحاسبة، لأني بكون محتاج إن أنا أحسب وزن الرمل اللي ملى الحفرة والمخروط، وبعد كده وزن الرمل اللي ملى الحفرة فقط، وبعد كده حجم الحفرة، وأرجع أقسم وزن التربة اللي طلع من الحفرة على اللي هو حجم الحفرة، وأجيب الكثافة الرطبة وأرجع أقسمها على 1:1 عشان أجيب الكثافة الجافة، وأرجع أقسمها على كثافة البروكتور، وبيبقى موال وبتبقى حاجة لخبطة. علشان كده مع بعض النهاردة هنعرف برنامج سهل جدا أو أداة سهلة وبسيطة جدا هتسهل علينا الموضوع إننا نقدر بسرعة نطلع نسبة الدمك بدون ما يحصل لخبطة. تابعوا الفيديو للنهاية، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب في القناة لو أول مرة تزوروا قناتي، علشان تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت والفيديوهات الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا مع بعض نروح على طول علشان ما نطولش، نروح على المتجر، نفتح الموبايل ونروح على المتجر ونشوف هنسطب البرنامج ازاي او استخدامه هيكون ازاي. اول حاجة انا رحت على المتجر اهوت وفتحت المتجر وكتبت ساند كون وهضغط سيرش، بعد كده هيظهر لي البرنامج ده اللي احنا شايفينه ده اهو، وبما ان مسطب البرنامج او مثبته قبل كده فهضغط فتح على البرنامج. اول حاجة هنا هلاقي بيقول لي weight of sand cone before test، اللي هو وزن المخروط بالرمل قبل الاختبار، فهفترض ان هو كان 6 كيلو و560 جرام مثلا. بعد كده بيقول لي weight of sand cone after test، بعد ما عبيت الحفرة والمخروط بالرمل هيكون وزن الرمل كان كام، فهنقول على سبيل المثال ان هو كان 2 كيلو 420 جرام. بعد كده هنحط وزن العينة او وزن التربة اللي طلعت من الحفرة، كانت على سبيل المثال 4 كيلو 170 جرام. بعد كده بيقول لي weight of sand filling the cone، ده وزن الرمل اللي انا عيرته في المختبر، وزن الرمل اللي بيملى المخروط، فكان على سبيل المثال 1640 جرام مثلا، فهيبقى بالشكل ده كده. بعد كده هحط بيقول لي المويشر كونتنت، فطبعا المويشر كونتنت سواء حسبته بجهاز السبيدي او قدرت ان انا اقدره كرقم تقريبي، بحيث ان انا شغال على التربه ديت في المشروع ده بقالنا كتير وعارف هي بتكون في رينج كام من شكلها، فهحط رقم تقريبي علشان اطلع بس النتيجه على ما ارجع بعد كده المختبر وارجع اخد عينات احسب منها الووتر كونتنت علشان اطلع بالظبط. فهحط الوتر كونتنت وليكن على سبيل المثال كان 7.3. بعد كده بيقول لي الماكسيمم دراي دينستي، اللي هو الكثافه بتاعه البروكتور، كانت على سبيل المثال 2.19 او 2 مثلا، نقول 2.11. بعد كده الكثافه اللي هي بتاعه الرمل الساند دينستي، فهنقول انها كانت 1.3. بعد كده هضغط كلمه، هضغط كالكوليت كومباكشن، فبيجيب لي ان نسبة الدمك كانت 95.8، فبكده بيكون الموضوع سهل جدا وسريع، بدل ما ارجع اقعد اعمل فيه حسابات واكتب في ورقة والموضوع يبقى مرهق ويعمل لخبطة. طبعا في الموقع بنبقى مستعجلين. طبعا البرنامج سهل جدا وبسيط، بس كنا نتمنى من المهندس محمد فايد ان هو يبدأ يطور في البرنامج، ان هو يعمل المعايرات، يعني اسجل معايرات، يبقى عندي اكتر من مخروط رملي بحط المعايرات بتاعته، بحط وزن المخروط بالرمل اللي بيملاه، بحط معايرات للكثافه، بحيث ان انا ممكن اكون شغال في اكتر من موقع او اكتر من مشروع، فدخل المعايرات بتاعه المشروع ده، فلما اجي اعمل الحسابات بتاعتي اختار المشروع فيحط لي اوتوماتيك اللي هو الكثافه بتاع الرمل والكثافه بتاع المخروط والكثافه بتاع البروكتور،
فبيبقى مطلوب مني بس ان انا احط وزن التربه ووزن المخروط قبل وبعد والووتر كونتنت، وهو يحسب اوتوماتيك. وكنا نتمنى طبعا كمان ان هو عمليه الكالكوليشن تبقى اوتوماتيك، اي رقم اغيره يبدا على طول يظهر لي النتيجه تحت، مش محتاج ان انا اضغط ايه اللي هو كالكوليت كومباكشن ده. لكن الى حد ما البرنامج كويس جدا، وطبعا بنقول شكرا للمهندس محمد، ونتمنى الفتره الجايه اننا نلاقي برامج شكل كده كتير تساعد مهندسين المواد ومهندسين الموقع ان هم يعملوا الحسابات بتاعتهم ويعرفوا نتائج الاختبارات. ونتمنى كمان اننا نشوف برامج خاصه بالجيوتكنيكال او بالماتيريال انجينيرنج، يكون اللي عاملين البرامج ديت عرب طبعا، وخاصه يا ريت لو مصريين كمان، تبقى حاجه مبهجه جدا وحاجه تسعدنا. وفي الختام لو الفيديو عجبكم رجاء ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب في القناه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.